السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 99 بعد 200، سورة الكهف. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في هذه الدنيا من زينة، وهي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية، وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باقية. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه، وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم: لقد جئتمونا فرادى حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجازيكم فيه على أعمالكم. يقول تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع كتاب الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله، وترى يا أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي ويقولون: يا هلاكنا ويا مصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها، ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك يا أيها الرسول أحدا، فلا يعاقب أحدا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئا. يقول تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واذكر يا أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه. أفتتخذونه يا أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم؟ فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟ بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى. يقول تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم. ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما بل لم يكونوا موجودين أصلا، وما أشهدت بعضهم خلق بعض فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا فأنا غني عن الأعوان سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. واذكر لهم يا أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: ادعوا شركاء الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه وهو نار جهنم والعياذ بالله. يقول تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وعاين المشركون النار فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه. نسأل الله السلامة والعافية. من فوائد الآيات: واحد، على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقيل أن الباقيات الصالحات هي قول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 2، على العبد تذكر أهوال القيامة والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله وينعم بجنة الله ورضوانه. 3، كرم الله تعالى أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه بأمره سبحانه الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وسجود تكريم. 4، في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات: الآية رقم 47 كلمة بارزة يعني ظاهرة لا يسترها شيء. الآية رقم 48 كلمة موعدا يعني وقتا لإنجاز الوعد بالبعث والجزاء. الآية 49 كلمة ووضع الكتاب يعني صحف الأعمال وضعت في أيدي أصحابها.
كلمة مشفقين يعني خائفين وجلين. الآية 49 كلمة يا ويلتنا يعني يا هلاكنا. كلمة لا يغادر يعني لا يترك ولا يبقي. كلمة أحصاها يعني عدها وضبطها وأثبتها. الآية رقم 50 كلمة اسجدوا لآدم يعني سجود تحية وتعظيم لا عبادة. الآية 51 كلمة عضد يعني أعوانا وأنصارا. الآية رقم 52 كلمة موبقة يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار. الآية رقم 53 كلمة مواقعها يعني واقعون فيها أو داخلون فيها. كلمة مصرفة يعني معدلا ومكانا ينصرفون إليه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.